بسم الله الرحمن الرحيم. عملية علاء عجلان لتأخير سرعة القصف، أيقونة علاء كلينك. علاء كلينك المركز العالمي لجراحات سرعة القصف والعضو الذكري. بنتميز بإن إحنا المركز الوحيد في العالم اللي بيعمل العمليات دي. من 2009 13 سنة عملنا فيهم آلاف الحالات، مرضى من 36 جنسية، والكلام ده موثق في المؤتمرات. العملية دي طبعاً اتنشرت في 10 من أكبر مؤتمرات العالم في تخصصات المسالك والطب الجنسي والذكوره وحتى التجميل. العمليه دي طبعا اثبتت نجاح منقطع النظير، اتعرضت على التلفزيون المصري في حلقات من سنوات كتير، يعني اتدبلشت الى 23 لغه مختلفه بفضل الله عز وجل. اتسجلت باسمنا في الملكيه الفكريه، عمليه علاء عجلان وباللغه الانجليزيه علاء عجلان اوبريشن. اتسجلت في الملكيه الفكريه المصريه والدوليه. الحمد لله يعني اتسجلت في 89 دولة بفضل الله عز وجل. طبعا اتعرضت على مؤتمرات كتير وخدت موافقات واتناقشت وموجودة في مراجع علمية كتير واتنشرت في أماكن كتير. اللي عاوز يتأكد من الكلام ده ممكن يخش على الإنترنت أو على جوجل سكولر ويشوف الكلام ده بنفسه. طبعا عملية علاء عجلان سبب نجاحها ببساطة عدة حاجات تميزت بيها. أولا العملية دي خدت اعلى نسبه رضاء من المرضى على مستوى العالم وفقا للاوراق العلميه المنشوره في امريكا. نسبه رضاء المرضى عن العمليه 99.6%، وده له دلالتين. اولا دي اعلى نسبه نجاح او اعلى نسبه رضاء المرضى عن عمليه جراحيه في العالم، والانترنت الموجود اللي عايز اتاكد. تاني حاجه ده معناه ببساطه شديده انها اعلى العمليات امانا في العالم من الناحيه الطبيه. دي نقطه لازم نتمعن فيها كويس. العملية أولا بسيطة جدا، مدتها 10 دقايق، والمريض بيخرج من المستشفى بعد 4 ساعات وبيمارس الحالة عادية، قيادة السيارات والاستحمام والأعمال الخفيفة في نفس اليوم. العلاقة الجنسية بعد 15 يوم، النتيجة بتبان من تاني لقاء جنسي مباشرة. طيب العملية ببساطة ما بتأثرش على الإنجاب، احنا ما بنشتغلش في القصة، ما بتأثرش على الإحساس، ما بتأثرش على الانتصاب. واهم حاجه بقى، ودي الميزه الجوهريه اللي هي تتميز بيها عن كل العمليات اللي موجوده في العالم، انها دائمه. يعني ايه؟ مش مؤقته. كل وسائل علاج سرعه القصف اللي في العالم مؤقته، لا يوجد عمليه دائمه باستثناء عمليه علاء عجلان بشهاده المؤتمرات والمنظمات الدوليه. الناس اللي احنا عاملينهم من 13 سنه حتى يومنا هذا من 2009 مفيش واحد فيهم حصل له انتكاسه. انتكاسه يعني ايه؟ يعني مش هقول لك المريض مثلا بقى مثلا بعد عمليه نص ساعه وبعد شويه بقى 28 دقيقه، لا نتائج ثابته بفضل الله عز وجل. طبعا العمليه بتتكون من ايه؟ عمليه بمنتهى البساطه بنقص حته جلد صغيره في مكان الطهاره اسفل القضيب اسمها المنطقه دلتا، وبنقص احدى العضلات اسفل القضيب. اسفل القضيب هنا في مجموعه من العضلات بنقص واحده منهم. العمليه طبعا قص المنطقه دلتا يعني بيأثر على الجزء الاول من عمليه القصف، وقص العضله الثانيه بيأثر على المنطقه على الجزء الثاني من عمليه القصف. ليه؟ عمليه القصف بتتكون من جزئين، الجزء الاول مرحله التجميع، انك تجمع السائل المنوي من اجزاء الجهاز التناسلي وتجيبهم للقاع القضيب. المرحله الثانيه اللي مرحله القصف، انك تقذفهم من القاع القضيب الى الخارج. قص المنطقه دلتا بيبطئ العمليه الجزء الاول، وقص العضله بيبطئ الجزء الثاني. في ناس تقول لك طب انت بتقص العضله دي ده ممكن تأثر على الجسم او تأثر على البول. عشان نريح الجميع من الاخر، في ناس اكتشفناهم وسجلنا الاكتشاف ده يعني خلقيا العضله دي مش موجوده عندهم اصلا ومش عامل لهم اي مشاكل. ثانيا احنا عبر الاف المرضى مفيش ولا مريض حصل له مشكله من قص العضله. بس بتتكلم في حاجه بقى لها 13 سنه، ايه المنطق ان انا اقعد اعمل 13 سنه في عمليه واعملها لالاف المرضى وهي بتعمل لي مشاكل؟ ده مش منطق. انا بقول دي الايقونه الذهبيه لعلاء كلينك، يعني دي العمليه اللي كانت سبب شهرتنا على مستوى العالم. احنا عاملين لمرضى من 36 جنسيه، ده في الاوراق خارج الاوراق عاملين لعدد اكبر من كده. ليه؟ لان العمليه خلاص هي استمدت شروطها من يوم انها اول حل جذري ونهائي ودائم لسرعه القصف في العالم. والكلام ده ما حدش مختلف عليه. يعني من المنظمات او المؤتمرات اللي تعرض على الكلام ده لانها توافق عليه واتنشرت. العمليه دي طبعا كنا بنعملها لمين؟ المرضى اللي ما بيستجيبوش للعلاج الدوائي، او اللي استجابتهم للعلاج الدوائي قليله، او العلاج الدوائي بيعمل لهم اثار جانبيه غير مرغوب فيها، او المرضى صغار السن اللي رافض فكره انه ياخد علاج 40 50 سنه. انا عنده 20 سنه
انت جاي تقول له هتاخد علاج لسرعه القصف ومفيش علاج جذري، يعني هتاخده كل لقاء. هو بيجي يقول لك ببساطه يعني انا هاخد علاج 40 50 سنه جايين من عمري، طبعا هو رافض الفكره بشكل قاطع. وطبعا المشكله الاكبر كمان دي بقى لما بيبقى في مشكله مع الزوجه وحصل انفصال والاهالي اتدخلوا وعرفوا القصه. يعني في واحد جاء يعني لمجرد ان هو يعني قال لك انا عندي 20 سنه هاخد علاج، امال لما يبقى عندي 40 سنه هعمل ايه؟ وفي دماغه انه ياخد برشام عنده 20 سنه هيبقى عاجز وعنده 40 سنه، مش متقبل فكره ان هو اصلا هيفضل كده. ولكن احنا بنقول العمليه انتشرت وبقت تتعمد لكل فئات لدرجه ان احنا بقينا نعممها حتى مع مرضى الدعامات، يعني المرضى اللي عندهم عجز جنسي وبيركبوا دعامات بقينا بنلاحظ ان المريض مثلا بيعمل الدعامه بتديله انتصاب مفتوح، ولكن الوقت يعني مثلا بيستمتع ايه دقيقه دقيقتين وبعد القصف يكمل بشكل الي زي الروبوت مع الطرف الاخر ومش حاسس باي متعه. مجرد ما قذف خلاص مش حاسس بحاجه. فحاسس انه ما استفادش من الدعامه، يعني ايه اركب دعامه واستفيد بها دقيقه ولا نص دقيقه ولا دقيقتين؟ لا، بقينا نعمل لهم عمليه سرعه القذف بتاعت على عجلان بشكل روتيني عشان خاطر يستمتع اطول مده مع الدعامه. العمليه اثبتت كفاءه وبدات تدي نتائج كويسه. المريض لما يجي لك وتدي له علاج بسرعه القذف ده حل، ولكن هو مش حل جذري. العمليه حل جذري. فليه تعمل الصح لما ممكن تعمل الاصح؟ انا عندي حل جذري واثبت كفاءته وبقالنا 13 سنه بنعمله ونسبه رضا المرضى 99.6%، وانا عندي حاجه يعني اختبار او فحص او استجابه بعمله للمريض قبل العمليه، بعرف منه قبل ما يخش العمليه عمليه تنجح ولا لا. ما انا مش اي حد بدخله اعمل له عمليه، لا ده انا بعمل له فحص واقول له والله هتعمل على عجلانه او على عجلان اثنين او هتعمل كذا، عندي كذا عمليه بعملها. ولكن على عجلان استمدت شروطها من ايه؟ ان هي يعني مناسبه ل 90% من المرض، ولذلك هي اوسع العمليات انتشارا. مع علاج كلينيك ليه تعمل الصح لما ممكن تعمل المصح. وشكرا.